لك دي ساعة الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام نحييكم، وهذه حلقة جديدة وبرنامج ساعة الخير. ساعة النهاردة التقي بحالة امتداد للحالات الحقيقة اللي بدأناها من يوم 3/9، وكلها حالات الحقيقة مأساوية، وكل ما بنقدم حلقة بنعتقد ان مش ممكن تكون في حلقة أصعب من كده. كنا بنقدم مريض أو محتاج شيء معين بنقول ده آخر المطاف، بنفاجئ ان ياما في الجراب يحاوي زي ما بنقول، وان العملية الناس مبتلاء ابتلاء كبير جدا. كل يجيب ربنا كويس، ده شيء كويس جدا، شيء إيماني، وبيعين الإنسان الحقيقة أن يكون إيجابي وتحقيق قضاء الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان يعني خلق عشان يكون في خدمة الإنسان الآخر، يعني تكيد الناس مع بعضها وتحب الناس مع بعضها، ده أمر سبحانه وتعالى فرضه على الناس. ولذلك دايما الإنسان عنده شيء من النقص في القدرات، طول ما في نقص في القدرات كل ما الناس بتحاول تتكامل مع بعضها عشان تعوض هذا النقص، ويحصل تقالب بين الناس تتقالب مع بعض. لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أول ما الإنسان يوصل لمرحلة الاستغناء عن غيره وشايف نفسه لوحده كده دولة متكاملة، بيبتدي ينقطع عن الناس، والحقيقة ده بيضره وبيجي عليه دايما بالوبال. فحتة إن احنا محتاجين لبعضينا دي حتة قدرية ما لناش يد فيها، لكن لما يوصل الاحتياج لدرجة إعاقة شديدة، مرض شديد، عوز شديد، ما فيش فلوس، أي شيء يكون الإنسان معوز فيه بشكل صعب جدا ويحتاج لأخوه الإنسان، غالبا هنا بيحصل بقى عدم التعويض. بنلاقي الناس، بعض الناس بيبخل، وبعض الناس ما بيهتمش قوي، وبعض الناس بيبقى عنده فلوس وعايز يدفع لكن ما عندوش ثقة إنه يدفع، أو يعني عنده شك إن الحاجة دي هتوصل لمستحقها. احنا جبنا حالات ذبحة صدرية، وجبنا حالات بسبب مشاكل في الدورة الدموية، وجبنا حالات يعني الحقيقة يعني يندى لها الجبين إن المجتمع يكون في هذه الحالات ومش قادر حتى يتعاون ولو ببضع جنيهات قليلة يحاول يساهم. الحقيقة جمعية صلة احنا دايما بنتكلم مع بعض في الاجتماعات، يا جماعة وصل قد ايه، ما وصلش قد ايه. الحقيقة يا جماعة مش ده طبع المصريين، احنا دايما كنا في اسوأ واحلك الظروف. في 67 ايام الهزيمة كان في ناس بتتبرع بالدم، وكان في ناس بتتبرع بكل اللي تقدر عليه عشان خاطر تضمن جراح الوطن. النهاردة احنا في نفس الظروف الاقتصادية، في نفس الظروف السياسية، وكل ده اللي بيتهرس في النص، اللي بيحصل عليه الضغط الكامل هو الفقير المريض. فبرجاء نظرة فيها شيء من الإيجابية، ونظرة فيها شيء من الخير في ساعة الخير لهؤلاء الناس. أنا معايا النهاردة حالة الحقيقة صعبة قوي، حالة بتمثل كذا محور، بتمثل جدعانة الأمة المصرية وإزاي بتقدر فعلا يعني تعشش على عيالها زي ما بتقول، وما بيهمهاش جوزها عمل إيه، جوزها طلقها، جوزها سابها زي البيت الوقف، جوزها طفش، حصل مات، أيا كان بتقف وقفة قوية جدا. لما بيكون الست أصيلة بتقف وقفة قوية جدا وبتحاول تحمي عيالها، ولكن زي ما بنقوله بنكرر ان دايما الأقل بتتكع على الإنسان شوية بشوية يجيب آخر معه وتشوف هو يقدر يستحمل قد إيه. دايما بنقول ان ما بيحصل تعاسة بتعقبها تعاسة أكتر، بتعقبها تعاسة أكتر لغاية ما بيجي فرج ربنا سبحانه وتعالى. أنا معايا النهاردة حالة الست برنسة عبد الفتاح، وهي من محافظة المنيا من صعيد مصر، وزوجها بعد ما اتجوزها يبقى لها حوالي 22 سنه متزوجه، 23 سنه متزوجه، 8 سنين ونص معاها، 8 سنين ونص معاها. بعد كده فجاه اتقلب وقال لها هتجوز تاني. يا سيدي اتجوز، الشرع بيسمح لك، لكن انك تسيب عيالك وتسيب ضناك زي ما بنقول وترميه، لا تصرف عليه ولا تنفق عليه، ويا ريت عملت كده وبس، يا ريت سبت عيالك وما عليهم، انما تمسك ابن الطفل الرضيع وتخبطه لدرجه انه يصاب اصابه شوفوها دلوقتي وحفاد ايه دي صعبه جدا، وهي الطفل يتحول لحاله سخونيه، والام كان سنه ما قدرتش تتابع الطفل ده عنده ايه. ولكن هي لاحظت ان الولد بيقوم مثلا يحاول يتسند على اي حاجه، او كان بيحاول يحبي بطل هزيمة، مش قادر لا يقوم ولا قادر يحبي. طب نعمل ايه؟ نروح للطبيب، نروح للمستشفى، هوب هوب، لغايه ما الامر وصل انه عنده شيء من الاعاقه الكامله في القدمين وفي الايدين. الحاله اللي بحكي لكم عليها دي بتسمى شلل رباعي، يعني انا حاجه لحضرتك يا ست برنس. فالامر ده كان في سن مثلا كام، سنتين، ثلاث سنوات، كان في سن صغير جدا. لكن لما يوصل الشاب ده النهارده 22 سنه، والست المصريه الجدعه دي تقدر تتحمل هذه السنين كلها وتعبر بابنها ده، والامر يوصل انها الامور توصل بالصعوبه دي انها تعدي بالسنوات دي كلها، حتى اللي كان بيحاول يقف معاها قال لها طالما جوزك على وجه الارض انا اني اصرف على فلان او اصرف على علان، ما هو يجي يشوف عياله ويشوف ضناه. المشكله انه لا طلقها ولا حاجه خالص، ولكنه سايبها زي البيت الواقف. انا هسيب الست برنسة تحاول تحكي لكم
الحكايه من وجهه نظرها هي، ربما صوتها يكون اصدق من صوتي وكلماتها تكون فيها شيء من المعلومات اللي انا ما عرفت اسوقه لحضراتكم. اهلا بك يا ست برنس. اهلا بك. حضرتك متزوجه بقالك 23 سنه. متجوزه 23 سنه في شهر 8، كملت 23 سنه يوم 22/8. 22/8 كملت 23 سنه من 23 سنه زواج. قعدت معاه 8 سنين ونص، جبت 4 اطفال منه. كان اول خلفتي محمد، كان زي القمر. نعم. مشي على الحيطة وعلى الطبلية قدامنا وابتدى يقف وعنده 7 شهور. حصلت يعني مشكلة بسيطة أنا وأبوه وإحنا قاعدين، فخلى أخوه كان أكبر منه من أمي تاني. نعم. يعني كان متزوج قبليك؟ كان متزوج قبلية، واحدة مطلقة وواحدة متوفية. يعني متجوز حالتين قبليك؟ متجوز هو حاليا متجوز 5. يعني مجموع الستات اللي جوزها 5. واحده توفت وواحده مطلقه وثلاثه على ذمته، وانا معلقه منه 15 سنه. يعني انتوا ثلاثه على ذمته دلوقتي؟ انت معلقه بقى انا اعتبر مش على ذمته، لان انا بيني وربنا بقالي 15 سنه مش على ذمته. لان انا ما بشوفه. انما رسميا رسميا قانونا مراته متجوز 2. وقبل كده كان في 2، واحده توفت وواحده مطلقه. وواحده مطلقه. ايوه. يا ده عامل كل الاصناف بقى. واحنا الثلاثه معانا اطفال. انتوا الثلاثه معاكم اولاد؟ بس اللي اتجوزهم بعديه انا مش عيل. يعني ثلاثة اللي كانوا قبل حضرتك اللي هي اللي توفت مطلقة مخلفين. وانا وحضرتك مخلفة 4. اللي قبل كده مخلفين كام؟ الكبير الأولانية مخلفة 6. 6. والتانية معاها 3 اللي هي توفت. نعم. وأنا معايا 4. يعني 6 9 و4 يعني 13 طفل. نعم. بس متجوز 2 كمان. بس الأولانيين أقدر أقول هو صرف عليهم. لأن نعم. كانوا لسه مع البيت كله. وكانت بتربى وسطنا بس كان بيضربهم. برضه كان بيضربهم. يعني هو نفسه شويه مثلا هو زي ما بيقول، هو انا بيقول انا الحاج متولي. بس مع الاسف الحاج متولي كان عادل. لا الحاج متولي عنده هو في في في, في الزواج بس. لكن في العدل، في الشرب، في اللبس، في المعاشره اللي هو ربنا يحاسبه عليها، لا ده مش موجود. ده مش موجود. في الحنيه لا، ولا على اي عيل زوجاته كلهم، ولا على اي طفل. مش بس ولادي، مش عشان ابني معاه. يعني هو قاسي مع كل اولاده؟ مع الكل. مع الكل. مع الكل. هو قاسي على الزوجات ولا برضه هو اكتر الزوجات دول؟ يعني بيتجوز ليه لما هو كاره الدنيا كده؟ مع احترامي ليك هو بيقول مثل. هو قاله لي. نعم. الست عندنا عندي كراجل زي الشبشب ده. زي ما بيقولوا كان لابس، هو كان لابس الشبشب ده. لما بيقدم انا بروح عندنا مكان اسمه بيتا في المنيا بتاع الاحذيه. بتاع الاحذيه. بيقول بروح عند في بيتا واخلعه وارميه والبس واحد غيره. الست منكم زي كده؟ هو متخيل كده. هو بيقول كده ومتخيل كده وما زال لحد الوقت بيقول كده. نعم. فانا يعني انا كسيت كتير. طب انت ما سمعتيش عنه حاجه قبل ما تتجوزيه؟ كان ابويا راجل يعني مش عايز اقول لك، يعني مش عايز اشعر فيه الله يرحمه، ولا عايز اقول لك من نعم الابهات. كانش يعرف الكذب ولا يعرف الجرد والله. وخلص الكلام، يصدق الكلام خلص. نعم. يعني انت قلت له انا مشرك خلاص وانت مغرب خلاص يبقى مغرب، ملوش دعوه. هو ربنا سبحانه وتعالى حاسب. طالما قلت كلمه ياخد بكلامك. هي كلمته كانت ثقه، لان هو ما كانش لا بيكذب ولا يحلف ولا يعني مش عارفه. طب يتخيل اللي قدامه بيكلمه نفس الطريقه. أيوة. ما بيكذبش عليه. وانا مع احترامي لحضرتك يعني مهما اعيش في الدنيا لحد ما اضرب واموت واجيب جنب ابويا، هشوف ولا هعرف ولا هحب ولا ولا اعيش العيشه اللي انا عشتها معاه غير زي مع ابويا. نعم. ولا عيني هتشوف. انت عارف ان بيجي لنا بعض الحالات مثلا تقول ايه الله يرحمك يابا انت السبب. لا. انت اللي دبستني في الراجل. انا عمري ما اقول كده. نعم. لان هو كان اب، كان بياخدني لمغزى الغيط لما كان حد يجيني. ياخدني بعيد عن والدتي، لان والدتي الله يرحمها ويسامحها كانت شديده شويه عليا. نعم. بس يعني كانت من نعم الامهات ان هي شديده. الست اللي في التربيه يعني. نعم. وكانت تقول لا يعني ما ينفعش البنت مثلا يشروها. هو كان يقول لي طب تعالي روحي معايا الغيط. ده حقك الشرعي. يروح يسالني يقول لي لو عايز تخدم لعمك اقول له شوف يا ابويا. يقول لي انا شايفه. اقول له هيتعبني. خلاص انت شايفه هيتعبني يبقى خلاص. نعم. لما بس النصيب. طب هو ليه صله قرابه بيكم يا ابن عمك؟ ولا نعرفه. من بلد يعني؟ هو من بلد بعدين من بلد تانية او بلد تاني؟ من بلد تاني. يعني احنا مثلا فكرت اسمها قريه اسمها الدواديه، وبعدها فرج الله، وبعدها الحوارته. هو من الحوارته. هي اسامي البلد كده. نصيب. جواز اسمه نصيب زي ما بنقول. الجواز اسمه نصيب. وكانت المهم قال لك وابوك يصدق ان هو كان كل الخطوبه والجواز تم في 21 يوم. طب قال لكم انه كان متجوز قبل كده؟ قال. قال مطلق واحده والثانيه توفت. لا مطلق ومحرم.
يعني ايه محرم بقى؟ يعني مطلق واحده خلاص اتطلقت والتانيه محرم عليا، ما ينفعش ان هي ترد، ما كانش لسه توفت. ومعايا يعني طفلين. يعني لا مثلا انت عليها كظاهر ده واخد كل انواع الاحكام بتاعت النساء كلها مطبقها على نفسه. ايوه كل اللي مطلقه واللي موقوفه واللي مش عارف ايه واللي ايه. بتاع الستات بس. نعم. لا بتاع سبحانه وتعالى. يعني هو عنده كل حاجه ليها رد عليه، يعني اي سؤال ليه رد عنده. طب بيشرب ولا حاجه؟ لا بتعطى ايه؟ على حد ما سبته ما كانش بيشرب. بعد كده الله اعلم ورسوله، وما كانش بتاع ستات. نعم. ياكله في الحلال. بس بيستخدم عشان الحلال غلط. عشان يعني الحلال ماشي. حسب عليها يوم موقف عظيم. الله يفتح عليك. لا هو كان بيشرب ولا كان لمؤاخذه يبص لواحده ست في الحرام، ولا كان مثلا زي اي رجل تاني. انا عايزكم مشاهدينا الكرام يعني تاخدوا بالكم من الصدق اللي بتتكلم بيه ست برنسة. الحقيقه قبل الحوار واحنا في الكواليس يعني حاولت اتكلم معاها في كذا مجال، وحاولت زي ما بنوعدكم كده احنا دايما بنتحقق من حالات، حاولت اعمل عليها تستدفك حاجه، فلقيت كلامها الحقيقه صادق 100%. مش هتلاقي زوجه بتكره جوزها بتقول ان هو كان بيعمل وبيسوي ومطلقني وعملت وقف، وفي الاخر تشهد له شهاده انه ما كانش بيبص للستات وكان كل حاجه بتبقى في الحلال، بس للاسف احنا فاهمين الحلال غلط يعني. طيب بس قال لوالدك ان يعني في واحده مطلقه والثانيه محرمه عليها، محرمها على نفسه يعني. ومعايا ولدين. ومعايا ولدين. فطبعا ابويا الله يرحمه قال له انا مش هوكل لك اولادك. نعم. انا بنتي تعيش في الجبل بس ما تجيش في يوم، ما تشيلش هم حد تاني. لا تشيل. لا ما قالوش ما تشيلش. أيوه. قال له تعيش في الجبل وتعيش من غير اكل وتعيش من غير لبس اي حاجه. بس ما تجيش في يوم شايله هدوماتها على راسها وتيجي، لو حصل اليوم ده ما تجيش وراها. يعني لو زعلتها مش هرجعها لك تاني. يعني مش هرجعها لك تاني. نعم. فمع الاسف من حظي انا الوحش والدي توفى بعد زواجي بسنين بالظبط. يعني انا قبل سنتين الا شهرين اتوفى في شهر 26 6. نعم. يعني ما كنتش كملت السنتين كان محمد مولود. طبعا انا برضو مشاهدي الكرام عايز اقول ان احنا مش بنسرد قصص ولا حاجه، احنا مش بنسرد قصص، ولكن بنقول ان الخلافات الاجتماعيه والخلافات الاسريه هي اللي ادت للحاله اللي فيها محمد دلوقتي. يعني هوصل بيكم للنقطه اللي ابوه مسكه فيه هو طفل لسه صغير خالص وحدفه، فتحول الحاله اللي قدامكم دي. اتفضلي. جمت ده كان اول خلفتي. نعم. قال لي ولادي هيجوا يعيشوا معايا. بعد 13 يوم من الزواج عرفت ان هو معاه 9 عيال. 7 عيال. هو كان قال 2 بس. هو قال 2. وجاب 2 بعديها تبقى عرفت ان معاه 9 عيال. نعم. 7. اتفاجئت انت طبعا. اتفاجئت. امل وسحر ووليد ووحيد وياسمين وصابرين وايوب. 7. 7 عيال. 7 عيال. فطبعا سبته ومشيت. زعلتي. طب زعلتي. ما وصلتش. ما وصلتش بلد ابويا. راح جابني من على كوبري البحر. وبقيت طبعا هروح فين. فلنفس اليوم تعبت عرفت نفسي ان انا حامل. مش معقول ان انا اطلع فرد من بيت ابويا ارجع وانا معايا طفل. فطبعا يعني لينتها ورجعتي زي ما بنقول. فلينتها ورجعت وكملت. نعم. عشت معاه على قد ما عشت، يعني عشت حياه يعني بص مع احترامي لحضرتك اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ما ترضى الكلب الاسود تعيش. بس كان معايا كزوج كويس. نعم. يعني بص انا والدته زعطتني من البيت. نعم. وجيت بيه. خد السخت ورمتها في الحمام وقطعها ماليش بتاعتك. رضيت. نعم. ماشي. خدت فرشي وقالت مش بتاعك برضه ما فيش مشاكل. قلت له بس احتبر ان احنا طار عندنا حريقه. نعم. وراحت الحاجه دي كل حاجه ونبني. نعم. من جديد. نعم. طب انت اللحظه اللي حصل فيها المشكله بقى اللي ابتدت معاك اللحظه حاجة. كان محمد كمل 7 شهور الحضره كان بيمشي وعلى الطبليه وعلى الحيطه وكده. نعم. ابتدى يستنى. نعم. طفل 7 شهور خلاص يعني فرحه. فكان في ظروف كده هو قاعد هو واحد صاحبه فهو سابه ونام على جنب البحر. مزرعين حته على جنب البحر كنا واخدينها من املاك الدوله. فانا بنجي فيها غضار. واخوه اللي هو مني اللي هو من الام الثانيه شايل محمد. كان وما زال زي العسل معايا كلهم. العيال كلهم. اخو كويس. كلهم. وهو قاعد بعيد عننا خالص. فصاحبه ده اللي بيشتغل معايا قال له عايز نفطر. فقال روحي اقعد معاه وافطر. قلت له ما ينفعش قوم انت هات الفطار وكله انا اقعد معانا. وانت نايم عيب. المهم ايه شتمني بشتم بعصفاز وسخه وكده. المهم رضيت وسكت. فقال له ارمى اخوك وندى على عمك احمد. قال له ده محمد ندى عليه في احطه فين؟ برميه بيخاف منه لانه كان بيضرب. وانا شايف الضرب. اللي هو كان اكبر من ايوه. راح كان شايله واقف كده. فاهم الام الثانيه كان شايل محمد. كان رماه كده. فعاد الصرع وسكت. رحت شايل
شم ريفو اللي هو الاسبرين ده واحدة سكين. بعد كده سخن بتجربي بقى على الدكاترة نبيل عبد العظيم ومحمود محمود يوسف، يعني دكاترة على ليلة. دكتور عشان اعرف السخونة دي هتنتهي امتى؟ على اساس اعرف السخونة دي امتى؟ انتهت السخونة يعني بفلوس بسيطة لمدة بعد ما 41 يوم. نعم. لاحظت ان محمد ما مشيش تاني ولا سرد نفسه، وابتدى رغبته تعمل كده، ابتدى يبقى انسان ملكلك. بعد ما كان انسان بيقف على الحيطه او بيقف على الطبليه بيجي انسان عامل كده. فجريت بيه على دكتور عندنا اسمه احمد مصطفى الشويش. نعم. فقال لي يا ماما ده مش هيمشي، ده هيعمل عمليات. ازاي؟ قلت له قال ده يعمل عمليات بس بعد 6 شهور، يكون كمل سنه ونص. طيب رحنا عمليات، لا وديه مستشفى ابو الريش في مصر هنا بقى. جينا ابو الريش، بدايه رحلتك بقى من بدات من ابو الريش. من المنيا السخونه لا لحد ما وصلنا ابو الريش. كان عنده سنه وشهر. نعم. او سنه وشهرين. ايوه. بقيت اجي انا وابوه ونقف في الطابور وناخد العلاج وكل حاجه وعلى ايه. في دكتور اسمه حسين قال هيمشي بعد 6 سنين. بعد 6 سنين ما ظهرش، لا في استنى لا بعد سنتين ولا بعد 3 ولا بعد 5 ولا بعد 6. ما تحسنتش. كل ما تروح بالسوق وطبعا كل شويه وقته بيزيد اكتر وطلباته قالوا اعملوا له علاج طبيعي. نعم. قعدت 6 سنين متواصلين اعمل علاج طبيعي في مستشفى المنيا الجامعي. مين كان بيصرف عليكم في الفتره دي؟ هو كان موجود معانا. كان موجود معاك؟ ما كان موجود معانا. لا ما خلناش في ايه؟ في 8 سنين هو سابنا بعد ما خلفت بكر. نعم. الاخ الثاني دي اللي هو اصغر واحد في ولادي. انت عندك محمد وبعد كده في بنتين وبعد كده ابو بكر. وبعد كده ابو بكر ده بره. بس كل كهرباء بقى في المستشفى بيجي التياب بس ما بيجيش جلسات بتخليه ينشف اكتر. الجلسات بتخلي جسمه ايه بس يخس. كل ما كده يبقى كده لحد ما بيجي المرحله دي. نعم. بعد ابو سابنا بقى خلفت سندي ورحمه. يعني في وسط المعمعه دي كلها خلفت سندي ورحمه. كان عندها 4 سنين سندي، بعديه رحمه كان عندها 3 سنين. ابو بكر لسه ما كنتش عملت بيه، قال هتجوز. قلت له اتجوز. كان والدي طبعا اتوفى وكده وابتدى يبني وكده. انا سامعك ناكل ونشرب وبعد كده ايه انت تبقى تتجوز عشان ما نسالش عليك لمده سنه، تبقى مع عروستك الجديده. ما عملش كده، هو اتجوز وخطب وتجوز في شهر. انت بحساني؟ لا ما غيرش. ازاي يعني؟ مش سامع في صوته يعني لحظه غيره من ان هو اتجوز عليكي او انه كان متجوز قبليكي او متجوز ايه؟ ما مش الراجل اللي يتغرب. مش راجل يعني هو موت الحب تماما. هو كل حاجه عندي حلوه. ما فيش غير بس اللي هم عندي حلوين. اولادك اكتر هم دول دنيتي اصلا. نعم. بعد دنيتي. يعني انا تخيل انا مشيت ببكر عنده 11 يوم، يعني واحده تبقى والده واد عنده 11 يوم وابوه يسيبها ويروح يوز. ده حتى عندنا يعني بنقول ايه الواد. يعني وفي مصر كله اصلا. صح كده؟ طب هو جه يعني بعد ما عمل المصيبه دي والواد سبب في الواد اتحدف ووقع وسخن ودخل في المشاكل دي كلها ونزلت انت وعارف ان هو خلاص عجز. وعجز وعماله بتجري بيه برضه. انت ايوه. الناس ما بتستحملش تعمل علاج. طب شو تعمل خميس وثلاث وخميس وحد. مين اللي كان بيسهر دي؟ هو انا بقول لك بيسهر في فتره مشكله خالص. كنا عايشين معاه. امتى قطع بقى خالص الفلوس؟ 2002. من 2002 لغايه عمر بكر. يعني من 14 سنه قطع فلوس خالص. 26/1/2002 عمر بكر. طب هو فقير ولا يعني ميسور ولا؟ لا مش ميسور. طب هو اصلا صياد. صياد. صياد بس بيطلع برضه برزق كل يوم يقدر يعيش يعني بيه. احنا بيطلع برزق كل يوم. هو كان بينتاجر في السمك. احنا كنا بنتاجر في السمك. احنا كان في دينا ذهب. والله العظيم. كان في دينا ذهب بس مع الاسف هو داس على الذهب بدوست على محمد. لان هو الرزق كان بيجي له على محمد. يعني انت قصدك ان حاله وقف والرزق اكيد بعد ما عمل كده في محمد؟ اكيد. ما هو ربنا مش بيخرم كل الفوق. نعم. ربنا مش شايف بعينه. نعم. فابتديت ان انا خدت اهلي وودوني اخواتي اوضه وقعدت فيها وقالوا لي احنا ما ينفعش نصرف عليكي. نصرف ودوني ولاده طلقي. توعك الارض انت عارفه يعني لا قدر الله ما لا مسجون عاجز ولا عيان ولا مريض. نعم. الثلاث حاجات دول مسجون ميت عيان نشيل ولاده على عيننا وعلى راسنا ونوكلهم الشهد. انما شو قاعد يتجوز وهم هيصرفوا عليه؟ قاعد يتجوز وبياكل بسكوت وفطير ولحمه ومش عارف ايه. واحنا ولاده لا ما ينفعش. طب الفتره دي كلها انت بقى اشتغلتي ولا قعدت 5 شهور زي ما تقول كانوا اسوأ 5 شهور. نحت احنا الخمسه. طب يعني دلوقتي الحاله بتاعت محمد يعني يكاد يكون ميؤوس منها ولا فيها امل؟ الحاله بتاعت محمد سبت انا بقى كام شهر كام سنه من سنتين. نعم. وفي حد جاي يروحي معهد الشلل في امبابه كافحت وجيت لوحدي مره واثنين وثلاثه. نعم. كان حد قال انت مش مطفي ابوه يمضي على الاقرار لازم ابوه.
أيوة. رحت وقلت له بعد اذنك ممكن تروح معانا المستشفى عشان هنعمل كذا كذا ما تاخرش. جه قال انت جداني وانا وراكي في علاج محمد. قلت ماشي. رحنا هو ما صرفش حاجه ولا انا صرفت حاجه. كله كان على فكره الدوله. نعم. اجره العربيات وكانت لسه الاجره رخيصه. ايوه. عملنا العمليات يوم العمليه في الليل سابني ومشي جاني بعد 3 ايام. سابني في امبابه وبعد جاني بعد 3 ايام. لما اتصلت عليه بقى قلت له محمد خرجوه عايزين نروح. راح جاب جبنا العربيه دفعت اجرتها انا. جاب العربيه روحت فيها ابني دفعت اجرتها انا. وسابنا ومشي. طبعا هو كان على طول خط اخواتي مش متفقين معايا وما كانش ينفع يروح. حتى لما كان بيروح كنت انا بتخانق واعمل مشاكل عشان برضه اقول يصرف على اولاده ولا يعمل. بس هو كان قطع الامل. نعم. كان يعني بص زي ما تقول رمي الطوبه بمعنى اصح. نعم. بعد بقيت سنتين في مصر انا اعمل علاج طبيعي. كانت اخر حاجه الدكتور ابراهيم في معهد الشلل قال لي يا بنتي ما فيش ده هو الحل الوحيد ان هو كان نصيب محمد هيبقى على الكرسي. ما فيش حل الا واذا جت حاجه من عند ربنا من فوق ودكتور اتحسن احسن مني اشطر مني العلم ما فيش كبير ولا صغير. ده دكتور محترم الحمد. ايوه انا راضي كده والحمد لله. طب هو بيتكلم معاكي بالبعض فهمني وبيتكلم وبيصوم وعارف اخته وعارف اخواته وعارف كل يوم وعارف ازاي ان هو يطلع يتفسح وازاي ان النهارده عيد ورمضان جاي وكل حاجه كويس. لا مش في المشكله لا ما شاء الله عليه. طب لا يعني ممكن نشاهد دلوقتي يقول لك لما انت كل الحكايه ان هو خلاص ما فيش امل منه خالص انت عايزه ايه من لجئت تاني في دكتور جه في المنيا اسمه عادل الجندي وديته عنده. نعم. وداه الباشمهندس احمد السيد ربنا يكرمه. نعم. يعني كنت بشتغل معاه. طيب ماشي. راح وداه قال له علاج محمد عصبه كله والاطراف بتاعته سم. علاجه يبقى علاج طبيعي في مركز التاهيل في العجوزه. طبيعي في مركز التأهيل في العجوزه تبع القوات المسلحه. تبع القوات المسلحه. عشان في حجن هياخدها محمد في رجليه وفي دراعته وفي حاجه يعني في كذا مكانات مش موجوده غير فيه. واكد لك الدكتور الكبير ده ان ايوه وكاتب التقرير بتاع العلاج زي كفة الحمد لله. وقال لي في حاله في مصر عندها 23 سنه وبالحنك والكان سامعني الوقت هو بيشعرني هيقول لك او هيرن عليك. قال لي الحاله كانت عندها 23 سنه وصحي واتجوز وعنده عيلين ما شاء الله. بس هو قال لي حاجه قال لي مش هيتكلم. طب انت بتطلبي الطلب ده من مين دلوقتي؟ مين اللي ممكن بعد ربنا سبحانه وتعالى السيسي طبعا يخليه يدخل السيسي. نعم. السيسي تبع القوات المسلحه. نعم. اي دكتور يتبنى حالته يعني يمكن. انا عايزك توجهي دلوقتي بص كده الطلب بتاعك ان انت عايزه ان محمد التاهيل. انا عايز محمد العلاج الحكومه بتاعت بلدي بتاعت القوات المسلحه علاج محمد في مستشفى معهد التاهيل مركز التاهيل بالعجوزه علاج طبيعي. وانا ست بسيطه جدا ومعيش فلوس ان انا ادخل محمد المستشفى لان الليله السرير فيها ب 400 جنيه السرير اللي هو تحت خط الفقر. السرير فيها ب 400 جنيه سرير بس من غير. طب انت حاولت تروحي المعهد بنفسك وتشوفي طالبين ايه ولا ما عرفتيش؟ رحت وبعت ورق وجاني ورق ان هو 12000 جنيه للسرير في الليله. في الليله ولا في الشهر؟ في الليله 12000 في الشهر. في الشهر في الليله 400 جنيه. من غير علاج. نعم. سرير بس نوم والكات والوجبه بتاعته. طيب يبقى انت طلبك يا حاجه برنسا انه حاجتين. اولا نتعالج في المعهد التابع للقوات المسلحه. ايوه. وده اعتقد ان القوات المسلحه طبعا يعني المعهد ده اذا كانت بتجيب منه الاجهزه المعقده جدا الاجهزه الحديثه جدا التقنيات العاليه عشان تخدم بيها افراد القوات المسلحه المصابين او اذا كان شرطه او كده مش هتضن بيه على حاله محمد مصري وكلنا مصريين. اعتقد ان لو في فرصه القوات المسلحه مش هتضن بيها على علاج محمد. الامر الثاني اللي طالباه الحاجه برنسا مساله التبرع بقى يا اخواننا الكرام لجمعيه صله علشان يوصل لها ونقدر ندي محمد التكلفه بتاعت العلاج. يعني القوات المسلحه هتعالج او هتعمل العلاج الطبيعي ولكن الامر فيه تكلفه. اي نعم التقنيه الموجوده في المعهد ده ولكن هناك تكلفه للعلاج وفي تكلفه للاقامه هناك. فتكلفه السرير بس هناك لغايه ما سالت هي كان 400 جنيه في اليوم. 400 جنيه في اليوم في 30 يوم يعني بحوالي 12000 جنيه في الشهر بخلاف العلاج. يبقى احنا لينا طالبين يا جماعه القوات المسلحه تستجيب لطلب محمد ان يتعالج بالاجهزه اللي بتمنها للقوات المسلحه طبعا رجال القوات المسلحه وكمان لشباب مصر. ما اعتقدش القوات المسلحه حاضرين على حاله محمد. والتكلفه ان شاء الله احنا هنتعاون معاهم
في ان تكلفه هذا العلاج اذا لم يجودوا ويكون في قدره على الاجاده بان هم يكون التكلفه على نفقه الدوله، ان شاء الله جمعيه صلاه كل اخواننا الكرام المشاهدين دلوقتي ان حد هيبخل علينا بحاله محمد ان شاء الله هتتحسن. في حالات بنقول يا جماعه مهما صرفنا عليها مش هتجيب نتيجه، ولكن حاله محمد حسب اقوال الاطباء الكبار ان هو ممكن حالته تتصلح، وغيره عمل نفس الكلام ده في معهد تبع للقوات المسلحه مع التاهيل وحالته بقت كويسه وحالته واتجوز كمان وبقى زي الفل. فاحنا يا اخواننا عايزين التبرع لجمعيه صله وان شاء الله يوصل الكلام ده لام محمد، ونكون جاهزين قدام المعهد ان احنا معانا فلوس الاقامه ومعانا فلوس العلاج علشان محمد يرجع يبقى انسان طبيعي. احنا عارفين المعاناه اللي هو عايش فيها دلوقتي، دي المعاناه اللي قدامنا في ان امه بتاعت تاني بنظافته وهو لاخره، وساعه دخول الحمام حكيت لي بتبقى مهازل كبيره جدا، وهي كمان نسيت تقول لكم يا جماعه اتكلمت عن حاله محمد ونسيت تقول ان هي عندها مشكله في الظهر، كانت عملت عمليه في 6 فقرات في ظهرها، عمليه انزلاق غضروفي في 6 فقرات، فاصبحت بتقول لي ما بقدرش حتى احيانا اشيله او اخدمه، بجيب اخواته يشيل معايا عشان اقدر انضفه واعتني بيه. دلوقتي اخواته اتجوزوا، اه دلوقتي اخواته البنات اتجوزوا، البنات اتجوزوا، ربنا يعينك عليهم. وانا يعني شاكر لك ان انت افتكرتي محمد وحتى نسيتي نفسك. فاحنا يا اخوانا ارقام جمعيه صله قدامكم موجوده على الشاشه وبتتكرر تباعا طول اليوم، ان شاء الله امر فيه شفافيه كبيره جدا، والاوراق بتاعه محمد موجوده معانا، انا مش عايز ادوشكم بيها ولكن كل شيء موجود. اللي هيدفع جنيه هيجي عايز يبص على الورق، عايز يروح مع محمد لغايه معهد بتاعك، احنا تحت امر، مفيش هدفنا ان احنا نكون وسط ويكون الامر فيه شفافيه ونكون وسيط نزيه ما بين حضراتكم مشاهدينا الكرام ومن بين الحالات اللي زي حاله محمد. انا شاكي حاجه ميسه، وان شاء الله يعني نتصل بيك قريب ونقول لك ان في حد من المشاهدين الكرام اللي عايز يعمل شيء للاخره، عايز يعمل شيء لنفسه، عايز يحصن اولاده ويحصل ماله، بنتبرع بعض شيء لعلاج محمد ان شاء الله. نتصل مننا تليفون من خلال جمعيه صله، وشاكرين لك يا محمد، نورنا يا محمد. مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وساعه الخير، يا ريت تتواصلوا معانا في جمعيه صله، وكل قرش بتحطوه ان شاء الله هيصل لمستحقين. برنامجنا يوميا الساعة 4 من قناة الصحة والجمال، إلى اللقاء. والعمر في دقايق أكيد فرق، تنقص حياة عايشة في حضن الموت، أو شخص محتاج لك دي ساعة الخير، يلا بإيدينا نساعد الغير، تنقص حياة عشان الموت، شخص محتاج لك دي ساعة